تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن الموافقة على تنظيم خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة، فقد قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومن خلال المجلس الأعلى للصحة بإصدار الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية الراعية أو الراغبة في الحصول على تصريح لخدمات العمالة الوافدة، حيث صدر الملحق 21 في القرار رقم 15 لعام 2017 بشأن الاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها في المؤسسات الصحية. وصرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية السعادة الدكتورة مريم الجلهمة بأن لائحة الاشتراطات التي طبقتها الهيئة تشمل معايير فنية واجب توافرها في موارد البشرية من تجهيزات لازمة للنظام الصحي الإلكتروني وضمان جودة جهاز الأشعة بالمؤسسة ووجود خدمات لفحص الدم، إضافة إلى الاشتراطات الواجب توافرها في المبنى نفسه والمساحة المتاحة لاستقبال العمالة الوافدة وتوافر العدد المناسب من العيادات. وأوضحت الجلهمة أن الهدف من هذه الاشتراطات هو ضمان أن تكون المؤسسات الصحية الخاصة التي تستقبل العمالة الوافدة لعمل الفحص الطبي لديها نظاما متكاملا، بدءا بنظام تسجيل العامل إلى إنهاء الفحوصات وعمل الفحوصات المخبرية والإشعاعية وإنهاء الفحص الطبي، على أن يكون هذا النظام مربوطا بوزارة الصحة بحيث يتم الإبلاغ عن نتائج هذا الفحص لوزارة الصحة والتي ستقوم بدورها بتبليغ هيئة تنظيم سوق العمل بنتائج هذه الفحوصات. وفي هذا الإطار فقد قامت الهيئة بعمل تقييم شامل لجميع المؤسسات التي تقدم الخدمة بحيث تطابق الاشتراطات التي صدرت، وتم تحديد 14 مؤسسة صحية خاصة سمح لها بتقديم الخدمات وستكون مقسمة على فئتين. الفئة الأولى هي المعنية بتقديم الخدمات الاعتيادية وتبلغ كلفة الخدمة بها 20 دينارا فقط، وهي الكلفة المحددة لأداء الفحص الطبي والفحوصات الطبية، ويمكن للمؤسسات التي تقدم هذه الخدمة أن تستقبل عددا معينا من العمال بحسب نظام المواعيد التلقائي منذ وصول العامل إلى مطار مملكة البحرين، فيما ستشمل الفئة الثانية خدمات متميزة وتكون خدمة اختيارية تشمل توفير باقات وامتيازات أخرى تشمل الفحص الطبي وخدمات أخرى مثل خدمات التوصيل أو غيرها، وستكون أسعارها حسب الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وأشارت الجلهمة إلى أن دور الهيئة الوطنية يتمثل في مراقبة أداء المؤسسات الصحية الخاصة في تقديم هذه الخدمة من حيث استمرارية الالتزام بالاشتراطات والتبليغ عن النتائج، وكذلك الالتزام بالإرشادات التي وضعتها وزارة الصحة بخصوص محتويات إجراء الفحص الطبي. وبينت الرئيس التنفيذي بأنه تم التأكد من جهوزية هذه المؤسسات الصحية لانطلاق نظام الخصخصة في منتصف الشهر الحالي. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم الجلهمة. مساء الخير دكتورة مريم، بداية هل لك أن توضحي أهمية تنظيم خدمات الفحص الطبي للعمالة الوافدة بالنسبة للأطراف المعنية؟ مساكم الله بالخير. طبعا قرار الهيئة بالتأكد من جهوزية المؤسسات الصحية جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بخصخصة هذه الخدمة. من المهم جدا أن عندما تنتقل الخدمة من وزارة الصحة بالكامل إلى القطاع الخاص أن نتأكد بأن القطاع الخاص جاهز لتقديم الخدمة وبذات الجودة وبنفس المعايير المطلوب تنفيذها للتأكد من صحة العامل وعدم وجود أي أمراض قد تنتقل وتدخل إلى المملكة. من المهم جدا أن نعي أن إحنا بدورنا كجهة رقابية وتنظيمية المؤسسة الصحية الخاصة، بما أنها صدرت عن المجلس الأعلى اشتراطات جديدة ومعايير، كان أمام المؤسسات الصحية اللي كانت تقدم الخدمة سابقا 6 أشهر لتعديل أوضاعها بحيث تتناسب تماما مع الاشتراطات الموجودة، وهذا كان دورنا بالتنسيق مع وزارة الصحة بأن يتم تقييم شامل، ونزلت فرق التفتيش والتأكد من استجابة أو جهوزية هذه المؤسسات الصحية لكافة الاشتراطات في القرار. نعم دكتورة، لنقف قليلا عند هذه المعايير والاشتراطات، ما هي الآليات التي سيتم اتباعها للتأكد من التزام المؤسسات بهذه الاشتراطات، وما هي الإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين؟
نعم طبعا الربط الإلكتروني اللي قامت به هيئة الحكومة الإلكترونية هو أهم في الموضوع. نعم. لأن سيتم متابعة النتائج والاطلاع على الملف الإلكتروني في هذه المؤسسات، وكذلك سترسل كافة النتائج لوزارة الصحة. طلب أيضا من المؤسسات الاحتفاظ بعينات الدم حتى نجري عليها اختبار جودة آخر لنتأكد من صحة النتائج. ستؤخذ ممكن مع وزارة الصحة بيكون هناك فرق للتفتيش المفاجئ والتأكد من الفحص، اطلع على الملف الإلكتروني، الملفات سواء كانت إلكترونية أو الورقية، والتأكد من أن الفحص أجري بحسب الدلالة الإرشادية. وإحنا بالفعل اجتمعنا مع جميع القائمين على هذه المؤسسات وشرحنا لهم بالضبط ما هي المعايير والفحوصات المطلوب إجراءها. نعم. طبعا أي جهة ستخالف الاشتراطات أو المعايير المطلوبة أو مخالفة النتائج هي ذاتها تطبق على كافة المؤسسات، الناس عليها القانون 21، فسيسحب ترخيص النشاط منها إلى أن تعدل أوضاعها وينظر في أمرها مرة ثانية إذا سيسمح لها بتقديم الفحص أو لا. نعم. الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية سعادة الدكتورة مريم الجلهمة، شكرا جزيلا لك.